اخوان الاخوات السلام عليكم. كما كشهدوا الداخليه غاديه جايه والشرطه غاديه جايه وكل شيء غادي كيجري وواحد الوقت تغيرت تقلبات لينا. وهذه المسائل بالزياره المفاجئه اللي قام بها السيد الوالي، وتحيه خالصه للسيد الوالي من هذا المنبر، وتحيه خالصه للسلطات القائد المنطقه وجميع الناس اللي كانوا حاضرين هنا في هذه الزياره المفاجئه لهذه الورشه. اذا كانت عندنا واحد الزياره مفاجئه هنايا وجه سعاده الوالي شخصيا ودير لنا واحد الزياره مفاجئه. اذا اخواني اخواتي غادي نكملوا غنكملوا لكم الاشغال من هنايا. وهذا غير فيديو خفيف ظريف، الفيديو ديال الزياره المفاجئه ديال سعاده الوالي اللي بدات لنا من هذه البلاصه من هنايا ومنطلق لنا من هنايا ومشى مع الطريق من اللي فيريفي مع الناس التقنيين المسؤولين من العماله من وزاره الداخليه والناس المسؤولين، وجاو داروا واحد الزياره مفاجئه مباغته على المشروع. تحيه خالصه للداخليه وتحيه خالصه للناس اللي واقفين على هذا المشروع. شكرا لكم، شكرا 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 بالجهود ديالكم نتوما وبهذه الزيارات المفاجئه. هو السر ديال الاشغال اللي غاديه بها لجميع الورشات هنا بمدينه الرباط. اذا اخواني اخواتي اللي بغى يشوف هذا الفيديو ديال الزياره المفاجئه ديال السيد الوالي هنا يمشي غيلقى لنا في القناه ديال انا جيت الرقم 16. رقم 16 انطلقنا من اول فيديو من هنايا، الاول فيديو مشى لنا حتى ليه، والفيديو الثاني وفيديو الثالث، وحنا غادي 4 5 6 ورجعنا 5 7 وصلنا هنا 16 فيديو. اذا الفيديو 16 هو اللي كان فيه الزياره ديال سعاده الوالي اللي بغى يمشي ليه ديريكتومون. اللهم يسر اللهم يسر. شكرا للجميع. من بعد ما تغدينا ومن بعد ما ارتاحينا ومن بعد ما صلينا الفريق هو انتقل لنا. اذا شكرا شكرا لكم، وانا مشيت والله الوطن الملك. شكرا جزيلا، تابعوا معنا الفيديو غتلقاوه في قناه السلام عليكم، الرابط في اول تعليق. السلام عليكم.